السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أخوكم مصطفى عبد الله. إن شاء الله هنتعلم مع بعض دلوقتي إزاي نفتح مشابيد خابور في أي حديدة أو أي شغلانة إحنا عايزين نعملها بأمر الله على المخرطة، المشابيه اللي أنتوا شايفينها قدامكم دي. فإن شاء الله هنتابع مع بعض، بس في كام نقطة عايز أأكد عليهم. إن شاء الله برضو هنتعلم في فيديو تاني سنة إزاي إن أنا أسن الأندميلي زي ما أنتوا شايفينه كده، أقدر إن أنا أطلع السنة بتاعته إن شاء الله مظبوطة على قد ما أقدر. تمام، يا رب بس تكون السنة واضحة قدام منكم. بقول على كام نقطة كده قبل ما ابدأ بأمر الله. انا هنا في الخطوة دي بربط الاندميلي، تمام، الاندميلي بثبته في المخرطة، تمام، وباجي على القطعة اللي انا عايز اعمل عليها المشابية او الفتحة اللي انا عايز افتحها مشابية الخابور، واثبتها هنا عندي تحت في المقلمة. اهم نقطة في الخطوة دي هي ان انا بمسنطر الاندميلي في نص القطعة بالظبط. طبعا دي بتسنطر معايا باللواين او بغيره، تمام، ربنا ييسر الحال بامر الله ورايكم وان شاء الله خير.
وانا بنزل العمق اللي انا عايز انزله. تمام كده بامر الله المشاريع زي ما انتم شايفين بامر الله قدامكم اهي. تمام، اهم حاجة في الطريقة دي ان انا بمثبت القطعة هنا في المقلمة، المقلمة تبقى ظابطة معايا في نص الاندميلي بالظبط، المقلمة تبقى ظابطة معايا الحتة في نص مستوى الحتة بالظبط مع الاندميلي. تمام، تبقى مظبوطة المشابية معايا، وفي نفس الوقت اظبط الميل بتاعها الشمال واليمين بحيث ان المشابية ما تبقاش غويطة معايا في اتجاه، تمام، وعالية من اتجاه وغويطة في اتجاه. تمام كده، شكرا لحضراتكم.